وبرأيك قديش عدد الشركات الناشئة اللي راح تقدر جيب توجذر تغطيها أو تدعمها سنوياً؟ يعني حالياً العدد راح يكون قليل كبداية. بتصور أول 5 سنين إذا قدرنا إنه يكون عنا 3 أو 4 شركات بيكون كتير ممتاز، بس إذا قدرنا نثبت نجاح الموديل البزنس موديل تبع جيل توجذر بتصور إنه رح نقدر تو سكيل بشكل كبير وندعم عدد كبير من الشركات، مش بس من خلال جيل توجذر كشركة، ولكن من خلال تشجيع أشخاص آخرين على إنهم يستعملوا نفس الموديل بأماكن أخرى.